طارق صالح يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمان يتم تشكيل مجلس رئاسي جديد. لنشاهد التفاصيل. أكد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عضو قيادة القوات المشتركة قائد ألوية حراس الجمهورية إن الحل السياسي هو المفتاح الوحيد للخروج من الأزمة التي تعصف باليمن منذ سنوات. وقال في لقاء جمعه عبر دائرة إلكترونية مغلقة مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف إن السلام في اليمن يحتاج لإثبات حسن النوايا عبر وقف شامل لإطلاق النار برقابة دولية وتبادل جميع الأسرى والمختطفين، ومن ثم الاتجاه في مسارين متزامنين للحل هما المسار السياسي والأمني. وطرح العميد طارق صالح رؤيته الخاصة للتسوية السياسية المتمثلة باختيار مجلس رئاسي من عدة أعضاء وتشكيل حكومة تكنوقراط تدير الدولة في فترة انتقالية من عامين، ثم الاتجاه لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية. وشدد على أن الخطوة الأولى للمضي في مسار الحل هو تخلي الحوثيين عن فكرة الولاية وادعاء الحق الآلهي في الحكم دون باقي اليمنيين. واستعرض العميد طارق صالح خلال اللقاء الافتراضي ظروف إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها وفرص السلام السانحة في ظل تعنت جماعة الحوثي استمرارها في رفض المبادرات السياسية، ولفت إلى أن إشهار المكتب السياسي جاء إيمانا بأهمية تطوير أداء المقاومة إضافة لتطوير العمل السياسي في البلاد بشكل عام بعيدا عن الإيديولوجيات الدينية والمذهبية والطائفية، وأن الحل السلمي هو المخرج الوحيد من الأزمة والحرب. وكانت قوات المقاومة الوطنية أعلنت في 25 مارس الماضي إشهار مكتبها السياسي برئاسة طارق صالح خلال حفل أقيم بمدينة المخاء بمحافظة تعز.